نروح معاكم لموضوع آخر. كل ما تقدم بنا الزمن نكتشف المزيد من الشائعات اللي انتشرت في فترات زمنية سابقة ونستغرب كيف صدقناها أو صدقتها نسبة كبيرة من الناس. زميلنا عبد الرحمن عبد الله يرصد لنا بعض هذه الشائعات اللي انتشرت في فترات سابقة. نتابع أشهر الشائعات الجيل التسعينات والثمانينات. هذا الجيل العريق اللي عاصر كثير من الأزمات ومر بكثير من الشائعات اللي انطلت عليهم وكانت محل سخرية من جيل الألفية الجديدة. من فينا ينسى مكائن الخياطة والاستنفار اللي حصل في ذيك الفترة؟ انتشرت إشاعة حول احتواء مكائن الخياطة سنجر على الزئبق الأحمر واللي يستخدم في استخراج الكنوز، حتى وصل سعرها إلى نصف مليون ريال. النمنم، هذه الإشاعة اللي انتشرت بعد وصول باخرة نقل إلى ميناء جدة الإسلامي، ويقال أنه خرج منها رجل بذيل حمار أعزكم الله وسكن في أحياء جدة، حتى أصاب الكثير الخوف والهلع. حارة المظلوم، حارة المظلوم الشائعة الاستثنائية اللي يقال أنه رجل أقيم عليه حد القصاص وكان مظلوم هذا الشخص، ولما قتل انتثر دمه على الجدار وكتب مظلوم. أحداث عشناها وشفناها وتأكدنا منها وتبين لنا أنها مجرد شائعات. الخلاصة، ليس كل ما يقال يصدق، والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أقرت نظام مكافحة الشائعات واللي تصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال للحد من انتشار حرب الشائعات في مجتمعنا. للـ MBC عبد الرحمن عبد الله، الرياض.